تفضل تفضل استاذ، من هو المدخل؟ بعد سنوات عدة من الأخذ والرد، أصبح المالك والمستأجر اليوم أمام واقع جديد، واقع اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا عمو يوسف. تفضلوا. اهلين عمو يوسف صاحب البنايه، حضرته الاستاذ فؤاد يلي قلت لك بهمه يشتري البنايه. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. شو بتحب تشرب؟ ولا شيء شكرا. منى؟ نعم. ثلاثة قهوة من المعروف. ايه وسط ولا مرة؟ مرة. كمان؟ مرة يا منى. صراحة الأستاذ ميلاد خبرني إنه حضرتك حابب تبيع البناية. وأنا كنت حابب أشتري بهالحي. استثمر نوعاً ما، لأنه الحي اللي وراكم عم يترتب وأكيد الدور جاي عليكم. حكيت ميلاد عن وضع البناية؟ أكيد.
قلت له انه البنايه بتجنن وسكانها محترمين. بنايه فيها مشاكل. مشاكل شو عم يوسف؟ خليني احكي يا ميلاد. شوف يا خواجه، انا ما بدي غشك، هالبنايه باي معمره حجر وحجر، ولو ما فيها مشاكل ما كنت فكر بيوم من الايام اني بيعها. قبل ما تشتري لازم تعرف شو عم تشتري حتى تعرف اذا رح تشتري. شو عم بيصير بهالبيت؟ ما بعرف، كل اللي بعرفه خبرتك اياه. طلع كل شيء للخواجة مجد والست هنا ما طلع لها شيء. هلا قاعده باوضه سليمان. ما عم صدق. صدق. بس تعرف شو الحلو بهالخبريه؟ شو؟ هلا صار فينا نطلب من الخواجة مجد نتجوز ونعيش هون. مش لنسأل امي بالاول؟ بعدك ما سألتيها؟ لا. طب ليش؟ ليش يا سوسو؟ ما لحقت، ما لك شايف شو عم بيصير؟ سوسو في شيء؟ شيء مثل شو؟ انه ما بعرف، بس حاسك انت قصد ما عم تسألي، بدك انا اروح اسأل. لا، اوعى، خلص انا بحكيها الليلة. انت مخبية عني شيء؟ لا. الليلة. انا رح اسألها واخلص من هالخبرية. خلص الليلة انا بحكيها. اكيد؟ خلص اكيد. اشتقت لك. يعني بفهم من حديثك انه البناية كلها مأجرة والمستأجرين لا يطلعوا بدهم خلوه. البناية مصدقة بدها تزبيط وإلا بتوقع. هذا الشيء اللي لازم تعرفه قبل ما تشتري. شكرا. أنا بقدر صراحتك أستاذ يوسف، بس بعده همني أشتري البناية. قادر تتكلف هالقد؟ قلت لك أنا بدي استثمر، ومع كل اللي عم تقوله كلها كم سنة بعمل مصاري لأنه العقارات عم تغلى. مثل ما بتحب. ده طالب فيها حضرتك لبنية؟ بالحقيقة أنا مش طالب شيء. أنا كل اللي بيهمني إنه لما أترك من هون لاقي شقة لعائلتي نقعد فيها أحسن من بهدل. أنا نحن بكرة رايحين على الشغل، يعني بدك تحضري حالك بكير. إي بأمرك خواجة مجد. برافو، صرت عم تحكي بطريقة مرتبة وحضرية. على فكرة أنت بدك تكوني سكرتيرتي الخاصة ومرافقتي الخاصة، يعني من هلأ وبالرايح وين ما روح بتكوني على خصري. على خصرك؟ السكرتيرة لازم تريح مديرة، يعني لازم تعملي لي قهوتي على بكرة، نسكافيتي، غداي، لازم تهتم بكل شيء. بتحب غسل لك إجريك كمان؟ لا لا لا، ما في لزوم. هيدي الشغلة أنا عودت حالي إنه أهتم فيها بنفسي. بس فيك تلبسيني الجاكيت. لك أنت شو؟ اوعى اوعى تحكي معي بطريقة بشعة ومش محترمة. إذا بدك تشتغلي عندي بدك تشتغلي عندي عشروطي، وإذا ما بدك أنت حرة. ساعتها أنا بصطفل أنا وبيك. أنت واحد. بليز بليز، كمان بدي أعذبك ما تصغري، يعني تشوف شو بدك تلبسي بكرة لأنه ما بدي إياك تروحي هيك على الشغل. رح ألبس لك فستان سهرة بكرة على الشغل. ليه خير؟ شو عم جربي تغريني مثلا؟ أنت آخر رجال، آخر واحد فكر أغري، فهمت؟ خلصت هنا؟ خلصت عشا؟ بتحب شيل الصحن؟ شيل الزفت. خليكي جميلة. هنا نحن معودين عنا بالبيت إنه نعامل الخدم بطريقة كتير محترمة ومرتبة، لأنه جزء من البيت، جزء من العيلة. بقى انتبهي كيف بدك تحكي معه.
ديسير مدام هنا؟ مرسي جميلة. أنا اليوم ما بدي ديسير. بعتذر منك كتير إنك جبت الدسير على الفاضي، وبطلب منك بكل احترام إنك تحطيه على الطاولة، بركة حدا غيري بده ياكل. نعم؟ بتحب عدل الجملة؟ لا 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 ميرسي، ما في لزوم. جميلة، فيك تشيلي الصحن إذا بتريدي. حبيبي برافو هانا، برافو. صار فيي اندفسني؟ هلا بك تندفسي؟ بعد بكير. كنا انا ونادين عم نقول انه بدنا نروح نسهر. ايه بلا اكيد. شو؟ بتروحي معنا؟ لا، بدي روح نام. بس تيابك ما نمشي بعد شوي. بيزعجك إذا قلت لزين وفؤاد يروحوا معنا؟ لا بس بس شو؟ مجد ما عم بقدر اتحمل كيف عم بتعامل مع هنا، حرام عليك. ليش شفتيني اذيتها بشي كلمة؟ كل هالاستفزاز وما اذيتها؟ طمني بالك نادين، بحياتي ما رح اذيها لهنا. هنا امبارح ما نامت كل الليل ومبين على وجهها قد ايه تعبانة وما عبالها تسهر، تركها تنام. قولي لي نادين، كيف عرفتي انه هانا نامت كل الليل برات البيت وانت ما طليت عليها؟ ما طليت عليها لانه مخانقين، لانه بتقلك كلام كيف ما كان. صح، لما الوحده تلوم صاحبتها كيف بتقلها كلام كيف ما كان، كيف صاحبتها تظهر من عندها منهاره؟ جاذب. قصدي انه في شيء اكثر من هيك بيناتكم، صح؟ شو قصدك مجد انا عم كذب؟ قصدي انك مش واضحه. انا تركت شغلي وجيت عشت هون لكون معها. ليه؟ قلت لك ليه؟ لكون معها. وليه بدك تكوني معها؟ لان هي بدها مجد، هي بدها. بعدك مش واضحه. هلا انا اذا قلت له لفؤاد يترك شغله وعائلته ويترك كل شيء ويجي لعندي بيجي؟ ايه اذا انت عايزه وهو بحبك اكيد بيعملها. وهنا عايزتك؟ ايه مشت، ايه قلت لك ايه. بشو عايزتك؟ هنا بتزهق كتير اذا عاشت لحالها. بعدك مش واضحة نادين، خلينا نلبس ونمشي. هاي، وين بعدك لهالوقت فؤاد؟ أول مرة بتسألين هيك سؤال. مش شربين، ما بقى تطلع. كنت عند بيا لهنا. شو رح تعمل عنده؟ اشتري البناية. اشتريته؟ بعد ناقص تفعله وسجلي. ضهرين الليلة حضري حالك. مع مين؟ مع مجد. لوين؟ على أشرفية. إنه وين؟ باب، عشاء، نايت كلاب؟ باب، ناخد كيس. يلا أنا فاتي خدوش. بدي احكي معك هلا.
ايه هلا مشغولة فيرا؟ ناطرة اتصال. ايه بلي كنت عند هنا اليوم. شو عملت؟ ما عملت شي ولا فيها تعمل شي، نحن اللي لازم نعمل لها شي. اختك وحدة مشدوبة بلا فهم. شو في هشام؟ انه فيك تغير رأيك؟ ما رح غير رأيي، أعطيت كلمتي للزلمة، هذا أولا، وثانيا ما في غير حل. طيب شو رح نعمل؟ وين منروح؟ الزلمة مش مستعجل، بالوقت الحاضر بده يصلح البناية تما توقع، وقال لي فينا نضل قد ما بدنا لكننا لقينا شقة نشتريها. اه ورح نشتري شقة؟ شو بدك نعيش على الطريق لكان؟ لا مش قصدي. أنا في اثنين. بيي لازم يعرف. بدك يموت؟ بدك نخبي عليك كيف كانت عايشة أنا مع سهيل كل هالسنين؟ قبل كنت شاكة، هلا نادين خبرتني وشافت بعينها، يعني صرنا مأكدين. منقوم نسكت فيرا؟ هشام سهيل مات، بيي إذا عرف أو ما عرف ما بقدم ولا بأخر بشي. عم قلك مقعدة بأوضة الشوفير، بدي كينا نسكت؟ لا ما رح نسكت، بس خلينا نفكر. تفكر؟ بشو بدنا نفكر؟ هنا ما رح تسمع لا منك ولا مني، هنا ما رح تسمع إلا من بيي. على أساس سمعت منه من 8 سنين لما قالها ما تتجوزي سهيل، ما تجوزته. يا فيرا، ما سمعت منه لأنه كانت خايفة عليه، وهلأ ما رح تسمع منه لأنه رح تكون خايفة إنه مجدي طالبه بالمصريات. أنا ما رح أقبل حدا يزل أختي، أنا بدي أخبر بيي. هشام روق، ما بدنا نزيد له عقلبه لبيي، نحن بنعرف وضعه. وبنترك هنا هيك؟ لا، بس بيي يمكن يبيع. إذا ببيع البنية بصير معه مصاري، ساعتها برد له مصرياته وبيقدر يعمل شيء، بس إذا ما بيع شو فيه يعمل؟ في قرر يبيع. لازم نخبره لحتى على الأكيد يبيع، لازم يأمن المصريات لهنا. رح يبيع. أمي خبرتني إنه اليوم إجا شخص والتقى هو وياه كرمال البيع. أمتين؟ قبل ما أوصل من الشغل. أنا رح أسأل أمي. بس أوعى تقول لها شيء، فهمت؟ شوني موني؟ ايه من زمان يقبرني. عبالكم بس نخلص طب اعملكم شاي ونقعد سوا؟ لا ما فيني، صرنا زمان ما نقعدين. الله يخليكي جميلة. ايه ما انا لا الله يخليني كرمال هيك ما فيني. بلا صرنا زمان، خلص حاعمل الشاي. ملي ينسون، ينسون بهد الاعصاب، فهمتي؟ يعطيك العافية دوعة حبيبتي. حلو؟ ايه كتير حلو، بس انتو نسوان اذا بده ينطركم الواحد بيقضي نص عمره ناطر. او لك سقعات؟ ما بعرف، لان اذا سقعات رح البس جاكيت. اوكي طيب طريني بالسياره بليز، خلينا نعيط لهنا. كتير حلوين تيابك. مرسي. فينا نمشي؟ ايه. ايه
بتحبي تقعدي قدام هنون؟ لا، بحب اقعد ورا ندون. فوت ما فت وخلصت. خبرتنا امي انه اجاك زلمه حتى يشتري البنايه. يعني امك ما بتقدر الا ما تخبر. رح يشتري؟ ايه رح يشتري. وسعر منيح؟ سعر منيح. ايمتى؟ بهاليومين لخلص له كل الاوراق. ونحن رح نفل؟ رح نفل اكيد، بس الزلمه مش مستعجل، قال لي خذ وقتك. خبرته عن وضع البناية؟ خبرته وراح يزبطها بس يشتريها. عال بك شي؟ لا أبدا. بس مش على بعضك؟ ما في شي، بس لما تبيع البناية في موضوع مهم بدي أحكيك فيه. موضوع؟ موضوع شو؟ موضوع بخص هنا. ما بدي اسمع شيء عن هنا. بيي هالمرة لازم تسمع. فوق زينة، نسيت خبرك، هنا عرفت كل شيء. شو يعني؟ يعني عرفت انه كل شيء لمجد وهي ما طلع على شيء. وشو عملت؟ كان بدها تترك البيت، مجد ما خليها، نقلت على قوطة الشوفير. شو؟ مش عم خبرك لا تقولي لي شو، عم خبرك لا تنتبه على حديثك بالسهرة. كيف بيعملوا معها هيك؟ كيف بنقلع قوطة الشوفير؟ هلا بنحكي بالسيارة، مجد بده كرمالها. بده كرمالها بيعمل معها هيك؟ قلت اللي بحبها هيدا حب هيدا؟ روقي زينة، ياما في ناس بتحب وبتأذي، بتصور انت اخر وحدة فيك تحكي عن الحب. انا الي عم تقلي هيك؟ خلينا نمشي نحكي بالسيارة. شو في؟ اوه لمع درسي. اوه الكون ساعتين عم تتغمزوا انت وياها. شو في سوسان؟ امي بدي خبرك شيء. لا ما بدي خبرك. بعرف شو بتخبريني، جوابي لا. بلا ما تعرفي شو بدي اقول. بعرف شو بدك تقولي، عبودي عزمك على شي مشوار. ايه مشوار، مشوار بعيد. شو في سوسان؟ وعديني ما حتعصب. ايه بلشت تعصب. وديعة ما تصرفي معها مثل ما امي كانت تتصرف معي ولا مثل ما امك كانت تتصرف معي. اسمعي البنت على رواق. حسي ما رح حب اللي رح اسمعه. ما بيكفي انها جاي تخبرك؟ والله لو انت كنت امي ما كنت بقول لك شيء. لا وبتعصب كمان. شفتي شو في سوسن؟ خبريني وعديني ما حتعصبي شو ما كان. ايه معها حق، بدك توعدينا اثنيناتنا. بوعدك بوعدكم. تفضلي خبريني. وعد شرف. ييه وعد شرف. عبودي بده يطلب ايدي. جميلة محلي عم تساعدني. مش 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 عم تساعدني. انت منيحه هنا؟
منيحة. أنت؟ ما بعرف. شو في؟ ليك ليكي قد عم بشرب. من زمان بيشرب؟ قبل ما تجوزنا كان يشرب، بعدين وقف 20 سنة. هلأ لما عارف أنه بدي أترك البيت رجع يشرب. هانا إذا عزت شيء أنا مثل أختك، أوكي؟ بدك نرقص؟ لا منيح إنه الموسيقى مش عربي، وإلا مرتي كانت عملت لنا وصلة. كم كسر شربين؟ مش عم عدو. بتعرفي شو أحلى شيء لما الواحد يشرب يعنى؟ إنه بينسى؟ صح، بينسى. أهم شغلة موجودة بالإنسان إنه بيقدر ينسى. يمكن بيتناسى، ما بينسى. برافو هنا، الكاس بخلينا نتناسى. بس أوقات بخلينا نتذكر. هو أول كم كاس بيذكرونا، بس بعد تاني عنيني خديها من نجرب ونتناسى. كاسي ما ترد عليه هنا، ما تشربي. ليه ما ترد عليه؟ خليها مبسوطة. بدك نرقص؟ لا. انت كمان عبالك تقومي توقفي معك؟ لا. فكرت عبالك تهربي مني كمان؟ هي ما هربت منك، هي هربت لما تعمل مشكل معك. هي ذاتها مهم هربت لما تبقى معي. غريب، ما حدا بحب يبقى معي. من انا وصغير ما حدا بحب يبقى معي. صرنا اثنين. كاسي أنا بكفي الشرب خلص. ليه؟ لأنه بكفي الشرب. ما خصك فيه. معها ما خصك فيه. قلنا لك بكفي الشرب خلص. قوم روح لكمل سهرة عندي بالبيت. ليه بالبيت؟ أنا مبسوط هون. منك مبسوطة هون هنا؟ بلا مبسوطة. يا خيي منكفي السهرة عندي بالبيت هونيك شراب قد ما بدك. يا خي عبالي اسمع موسيقى. بحط لك موسيقى عندي بالبيت. طيب اوكي يلا. تفضل. بدي فوت، بدي فل من هون هلا. بدك فوتي وبلا هبل. هيدي امك. اذا امي بحق لها تعمل فيي هيك. سوسن يا حبيبتي، كل الامات اوقات هيك شوي ما علي، بدنا نتحملهم. بعدين امك لو ما بتحبك ما بتخاف على مصلحتك. قولي لها انه انا بحب عبد وما راح اتجوز غيره لو بدي عنس. فيك توطي صوتك لانك حتوعي موني؟ قولي لها اذا ما بتخليني اتجوز وبدي اروح معه خطيفه. سوسن شو قصتك؟ اوعى اسمك بقى عم تقولي هيدا الحكي، هيدي امك اللي ما لها غيرك. هي عم تجبرني. سوسن حبيبتي، ما بدي اسمع صوتك. هلا بتفوتي بتلبسي شيء من عندي وبتنامي حد موني وانا طالع احكي مع امي، اوكي؟ بس قولي لها انه رح اتجوز عبد، انقالت ايه او انقالت لا. سوسن حبيبتي؟ نعم. بتأكد بهر لك سنانك انا هلا؟ صرتي. عن اخته المفتاح شو كان صعب ما كان يعرف يفوت بالباب، انه مش عم بفهم. صلنا ساعة جايين كأنه مرقت دقيقة. الفرق بين وقت وزمن بونسوار خواجات. بونسوار. أهلا جميلة خواجة مجد، بتحب نحضر لكم العشاء؟ عفوا؟ العشاء بتحب نحضر؟ لا لا، نحن بنهتم بحالنا. أنت خلص تصبحي على خير جميلة. أيوة أنتم بنال. بونوي جميلة. بونوي بونوي بونوي. الله يبسطكم. شو وديع؟ رح نضلنا عم نوح الليلة؟
بدك يعني اشوف بنتي عم تخرب حياتها وما بدك يعني ابكي؟ عمي مين قال انه عم تخرب حياتها؟ بلا لو بتتجوز واحد مفلس بتكون عم تخرب حياتها. يا وديعه عبد بحبها. هلا بحبها. مش انا اللي بدي خبرك شو بصير بعد الزواج يا جميله. شو يلي بيضمن لك انه يضل يحبها؟ ايه بس كمان فيها تتجوز واحد غني، شو يلي بيضمن لك انه يضل يحبها؟ ايه بس بتكون عشت لها يومين حلوين، اما نتحيلها بقرشين. كوديعه انت انت عم تحكي كانك حدا جديد، انا اول مره عم تعرف عليه. هاي الحياه. بدي بنتي ما تتعتر مثلي ومثلك. يا عمي مين قال انه نحن معترين؟ نحن عم نشتغل لحتى نعيش، كل العالم بيشتغلوا لحتى يعيشوا. انا بدي بنتي تكون مرتاحه. بدي اياها تشوف الحياه، تسافر، تلبس، بدي اياها تعيش. وديعه هلا انت بدك سوسن تعمل كل هول او انت اللي كان بدك تعمليهم؟ هول اهلك ماجد؟ امي وبي. هول امك وبيك؟ ايه ما كنت عارفه؟ لا سألت مرة جميلة قالت لي انه خيو لسهيل ومرته بس ما عرفت انه امك وبيك. اول مرة بشوف هالصورة هون. هاي الصورة صار لها معلقة هون من وقت اللي كنت صغير. ولا مرة شفتها. هلا صار لك 8 سنين عايشة هون ولا مرة شفت الصورة؟ ولا مرة شفت شي. ولا مرة شفت الا حدايد البيت. حدايد؟ وين في حدايد؟ طلع حواليك شايف الاضبان؟ لا لأنك سكران. كانت حلوة أمك. ايه أمي كانت حلوة من جوا ومن برا. عكس أمي. أمي كانت حلوة من برا بس من جوا ولا أبشع من هيك. ما تزيدها فؤاد. أمه لفؤاد ممثلة. عن جد ممثلة؟ مين هي منعرفها؟ إيه كل الناس بتعرفها إلا أنا. ما بتعرف أمك؟ بعرف ريحة أمي، بعرف ريحتها. كنت أعرف إنها وعيت لما شم ريحة البرفان تبعها. كنت أعرف إنها ظاهرة لما شم البرفان تبعها. كنت أعرف إنها رجعت لما شم البرفان تبعها. كنت عارف انها مش بالبيت لما مش مشي. كان البيت يكون فاضي بارد. كان حلمي شي ليلة نام حدي وتعبطني تحس اني ملكت الدنيا امان العالم كله بحضن امي بس ولا مرة طلته. في لومة أمي ممثلة مشهورة ولازم تشتغل كذا مسلسل بالسنة لتضل على الشاشة ولازم تنام كتير لتريح وجهها ولازم تعمل رياضة لتحافظ على جسمها ولازم تكون موجودة بكل المناسبات الاجتماعية لأنه بهول المناسبات بيصير طبخات الشغل واللي بده يشتغل لازم يكون موجود بالسهرات مع وقت تربي الولد الوحيد اللي خلفته بس لترضي بي وتسكته. بس حرام حرام امي ما في لومة. حرام جابت لي حدا يربيني مربي بتقبض مصاري لتحبني وتهتم فيه. كل الناس وين ما روح بيقولوا لي امك فلانيه نيالك نيالك على هالاب. كلنا بنحبها. بيعرفوا قد ايه هي انانيه ما كان حدا بيحبها.
أنانية وبلا قلب. بس على القليل يا صاحبي كنت عارف إنه آخرة النهار رح ترجع تنام بالبيت، رح ترجع لعندك، رح ترجع تشوفها. كرمال شو؟ كرمال تشبع منها قبل ما تروح. أنا ما كنت أعرف ريحة أمي، ما بتذكرها، ما بتذكر شي من ريحتها أبدا. تعرف لو في شي بيرفيوم بذكرني فيها كنت اشتريته وخليته معي على طول. أنا وصغير كنت أحلم على طول إنه أمي واقفة بوجهي، بس في بيناتنا نهر وما كنت أعرف أوصل لك. كنت فتش على هيك شي طريق من هون أو من هون لأوصل لعندها، لأعبطها، لأغمرها، لشمها، بس ما كنت أعرف أوصل لها. حتى وجهها كان مغبش، عيونها كانوا بعاد. كنت لما كنت صغير على فكرة كنت نام بتختها، كنت نام بتختها. كان تقول أنا هلا مين بده يربيني؟ هلا ما في حدا يربيني لوحدي. تعرف لو في شي طريقة، لو في هيك شي طريقة غريبة، شي سحر مثلا بخليني ارجع اشوفها لحظة واحدة، بس لحظة بس، لشوف عيونها عم يتطلعوا فيي، لشوف عيونها قد ايه بحبوني. بدفع كل عمري، كل عمري مشان هاي اللحظة. كتير لحظة، ما كلها لحظة. أنا مثلك ماجد، ميت بي أنا وصغيرة، ومستعدة أدفع حياتي كلها كرمال هيك لحظة. أنا بي عايش، بس من قلة الموت. بي قلبه طيب، كان يشتغل ليل نهار ليأمن لنا طلباتنا، كان يغنجني كتير، كان يعمل لي شو ما بدي. كانت الدنيا كلها بالنسبة لإله. أنا وأنا مسكت السكينة وذبحته. في أوطى من هيك؟ في أوسخ من هيك؟ شايفين أوسخ من هيك؟ بي عايش هلأ بنص قلب، ما بيحكيني، شحطني من بيته، اعتبرني متت. وسنين عم تقطع وبي عم بخدير، والوقت عم بيروح، وهو يمكن يروح، يمكن يروح وزعلان مني، يمكن يروح وقلبه مذبوح. أنا اللي عملت فيه هيك، أنا اللي عملت فيه هيك.